انا اولا ما اتعلمتش في مصر، انا متعلم الاعلام الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه الاندر جراديوت في السعوديه، الماجستير والدكتوراه في امريكا. عملي اشتغلت في الامارات، اشتغلت في السعوديه، اشتغلت في الجزائر، اشتغلت في امريكا، اشتغلت في مصر. دي الدول اللي انا اقدر اقول يعني ان انا سيطرت فيها. سيطرت طبعا. السيطره بتيجي بالمعرفه والعلم وحسن المعامله، وحسن المعاملة للناس اللي انت بتشتغل فيه. اهم حاجة بنقول عليها انا علشان انجح لازم اكون انا بحب اللي انا بشتغله وبحب الناس اللي انا بشتغل معاه. اذا اختيار الناس واختيار نوع العمل ده مهم في بداية حياتك.